أهلا بكم ورجعنا مرة تانية. كنا بنتكلم في البرنامج اللي فات أو الكورس اللي فات، كنا بنتكلم عن الفصل الكروما، والنهاردة في الحقيقة جايب لكم صورة برضو بحيث إنها ما تكونش سهلة شوية في الفصل، بس عشان نقدر إن احنا نفصل بطريقة متميزة أو نقدر نفصل بطريقة تناسب الشغل بتاعنا. نرجع تاني معانا هنا، هو زي ما اتفقنا احنا قلنا افكت، وبعدين بناخد فيديو افكت، بننزل على حاجة اسمها كي والالترا كي، وناخد الالترا كي ونرميها على الصورة اللي احنا منزلها، وبعدين نطلع هنا على كنترول افكت، نلاقي زي ما اتفقنا مع بعض الترا كي، هناخد من القطرة ونسحب. زي ما كنت شرحت قبل كده ان السات هنا مختلف شوية، لان فيه هنا هو غامق وفاتح زي ما كنت شرحت قبل كده. فالمفروض اذكركم تاني بالموضوع، ان المفروض ان السات ان الاضاءة بتبقى فوق غير تحت، تحت مظلمة وفوق منورة، احنا بناخد ما بينهم الاتنين. يعني لو كده مثلا ممكن ناخد نسحب كده الإضاءة، تبص تلاقي ظهر عندنا عيوب. طيب ممكن ناخد حاجة تانية، نجرب الغامق برضو ظهر هنا عندنا عيب. نفضل نعمل كده لحد ما ناخد أوسط الأشياء. يعني أعتقد إن ممكن أوسط الأشياء، لو هنفترض كده خدنا الفاتح مش هينفع، كده لو خدنا السات يعني كده قربنا. يعني أنا شايف إن إحنا لو خدنا من ما بينهم هيكون أفضل، بالظبط كده أفضل بكتير. نقدر بقى نفصله إزاي؟ إحنا اتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت إن إحنا بنخش على المات وبندوس عليه كده، وبنحاول نلعب في الحاجات اللي ممكن، يعني في الهايلايت اللي هو بيكون الإضاءة اللي موجودة عندي، ممكن نبص كده بص عليها نلاقيه بيقل فعلا. ممكن نبص على هنا هو الاختيار ده برضو، نلاقي بص هنا الموضوع بدأ لكن بيأثر شوية على الحاجات اللي حواليه، فاحنا ممكن نوصله لأقصى درجة ممكنة إن هو يتفصل معانا بمنتهى السهولة وما يبقاش فيه أي نوع من أي مشكلة. زي ما انتم شايفين كده بدأنا وصلنا برضو لإيه، لحاجة كده برضو متميزة. ده زي ما انتم شايفين كده كل الاخضر اتشال من عندي، واقدر احط تحتيه خلفيه.